أرسنال يتأهل على حساب بايرن ميونخ في الدور الربع النهائي إلى النصف النهائي، شيء مو طبيعي حسب سكور 90 يا جماعة، أنه أرسنال راح يتأهل إلى الدور النصف النهائي، وإذا صار هذا الشيء بيكون من هاري كين هو السبب يا جماعة. نحس توتنهام مدري كم سنة، والآن راح على بايرن ميونخ اللي حقق الدوري 10 سنين تقريبا متتالية، ما في أحد أخذ منه الدوري هاي السنة، لا دوري ولا كأس، وإذا طلع من دور الأبطال بيكون هو السبب. أنا عم أقلكم من الآن، ونسبة فوز أتلتيكو مدريد على بروسيا دورتموند أعلى أشوفها منطقية، نسبة تأهل السيتي أمام ريال مدريد كبير، يعني نسبة تأهل السيتي 64% مقابل 36% على حساب الريال، حذاري حذاري من الملك الريال. والمباراة الأخيرة برشلونة وباريس سان جيرمان، نسبة تأهل باريس 52% مقابل 48% لبرشلونة، برأيي الشخصي نسبة تقريبا قريبة 50-50، ولكن بالنهاية على الميدان يا حميدان، وراح تنحسم كل الأمور في مباراة الإياب برأيي الشخصي. برأيكم من تتوقعون أن يصل إلى الدور النصف النهائي؟ وتحياتي لكم.